استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية والتعاون بجمهورية النيجر يعقوب الحاج، حيث سلم سموه رعاه الله رسالة خطية من الرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر الصديقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل لتنميتها وتعزيزها في المجالات كافة. هذا وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجرالله.